قاعدة البيت، ظهر تكسرت شوي. شو الرسالة اللي بعتي لي اياها؟ ما فهمتها. عم تهدديني يعني؟ أكيد لا. عم جرب هديلك أعصابك شوي. من قال لك أنا معصب؟ عصام، في مجال تروق وتقعد خلينا نعرف تحكي كلمتين على رواق؟ كلي سما. أنا ما خنتك معه. شو كنت عم تروح تعملي عنده بالبيت؟ عم جرب ساعده. بشو؟ إنه يتخطى الأزمة اللي عم يمرق فيها من بعد ما طلع من المعتقل. عمل أبعاده وطنية؟ لا، ابن حارتي ورفيق خيي من إحنا وصغار بالشام، بس بلشت الثورة أنا عملت له آد على الفيسبوك لأنه هو عضو ناشط بلجنة التنسيق. قلت هيك من خلاله بقدر أعرف الأخبار اللي عم تصير بسوريا، ومن وقتها صرنا نتواصل على النت ونطمن على بعض. فجأة اختفى، ما عاد أعرف عنه شيء. سألت عنه قالوا لي إنه اعتقلوا، وصرت شوف صفحات على الفيسبوك عم بتطالب بالإفراج عنه، وعملت شير لوحدة منهم. بس ظهر هو، عجبته الفكرة كتير وانبسط مني وبعت لي رسالة تشكرني، وقال لي إنه هو مسافر برات البلاد كرمال يتعالج من بعد اللي صار فيه بالمعتقل. بعدين بعرف إنه لحوه هون بلبنان، بس وضعه الصحي ما بيسمح له يظهر من البيت ولا حتى وضعه الأمني. من هيك صرت روح طلع لي. إذا عم تقولي صحيح، لم حكيتي لي هالشي من الأول؟ وحياتك هذا اللي صار؟ بتعرفي بحياتي رح تموتيني. إذا هيدي حدود العلاقة بينك وبينه، ليه ما حكيتي لي هالشي؟ ليه ما حكيتي لبنتك؟ لأنه ما بدي كذب على حالي وما بدي كذب عليكم. يعني أنت عم تكذبي؟ بالأحداث لا، ما عم بكذب، بس بالمشاعر والأحاسيس مبلا. كيف يعني؟ يعني إذا كل همك إني يكون ما نمت معه، بأكد لك إنه ما صار شيء بيناتنا. شو اللي صار بينك وبينه؟ ألف شغلة لازم حاسب حالي عليه، وأنت كمان فيك تحاسبني عليه. إلا الشغلة اللي عم تحاسبني عليها وتدفعني تمنها كل لحظة، وحياتك ما صار شيء بيناتنا، ورحمة أمي ما صار شيء.